ماذا بك يا درستا؟ نعم، أوك مستعب جدا. يعني أنا متعبة جدا. لماذا؟ لأنني أستيقظ في وقت الساحة في صلاة الفجر ثم أحفظ القرآن. ماذا تفعلين بعد ذلك؟ أستحم وأتناول الفطور ثم ألبس ملابسي لأذهب إلى مركزي. لماذا تذهبين إلى مركزي؟ لأدرس اللغة العربية. ماذا تعودين؟ أعود إلى الواحدة جناحاً ثم أتناول الغداء وأصلي الظهر ثم أصلي العشاء. لماذا تفعلين بعد ذلك؟ أصلي العصر ثم أقرأ القرآن. ماذا تفعلين؟ أحمل بعد أن أنتهي من جلساتي بالمنزلي في ساعة عشان أتعشى. فعلا هذا يوم شاق جدا. طالبات خروج.